تحتضن العاصمة المكسيكية يوم الثلاثاء المقبل قمة أمريكا الشمالية، والتي ستجمع الرئيسين المكسيكي أندريس لوبيز أوباردو والأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. وينتظر أن تناقش هذه القمة قضايا الاستقرار الاقتصادي والأمن وإدارة تدفقات المهاجرين. ومواكبة لهذا الموضوع معنا مباشرة من واشنطن محمد سعيد الوافي، الخبير في الشؤون الأمريكية. أهلا بك معنا. مرحبا بكم. إذن لأول مرة سيصل الرئيس الأمريكي إلى الحدود الأمريكية المكسيكية بهدف تسليط الضوء على أهمية ملف الهجرة، برأيك ما مدى أهمية هذه الزيارة؟ هذه هي الزيارة الثانية للرئيس جوزيف بايدن إلى المكسيك، و أجندتها مليئة بقضايا خلافية بين المكسيك والولايات المتحدة من جهة، وبين المكسيك ومنظمة شمال إفريقيا للتجارة الحرة، ونقصد هنا كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. أهم هذه القضايا وأهمية هذه الزيارة هي موضوع الهجرة، حيث يركز الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن على إيقاف مسلسل الهجرة الغير الشرعية إلى بلاده، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للحاق بما يناهز 2.3 مليون عملية طرد قانوني من الولايات المتحدة إلى المكسيك، أي وفي حوالي 260 ألف مهاجر فقط في نهاية السنة الماضية 2022. وبالتالي المكسيك تملك أن تقدم للرئيس الأمريكي تنازلات في موضوع الهجرة والتشديد على حدودها الشمالية مع الولايات المتحدة الأمريكية. في المقابل هناك مطالب مكسيكية على المستوى الاقتصادي، وكذلك هناك غضب مكسيكي لأن الرئيس الأمريكي قبل سفره قام بالإعلان عن استقبال 30 ألف مهاجر من نيكاراغوا، كوبا، هايتي وفنزويلا، لكنه استثنى المكسيك على اعتبار أنها جزء وعضو كامل العضوية في النافتا أو اتفاقية شمال إفريقيا للتجارة الحرة. هنا البعض من الملاحظين الذين تحدثت معهم كلتم يقارنون بين المقاربة التي تتعامل بها الولايات المتحدة في موضوع الهجرة مع المكسيك، وكيف أنها يجب أن تتحول إلى قاعدة أو إلى نموذج يحتذى به في التعامل مع دول شمال إفريقيا، نقصد هنا المغرب في علاقته مع أوروبا. هذا وحتى أن المشاهد المغربي ربما يهمها أكثر معرفة هذا الجانب، كيف يمكن أن يحتذى بالمثال المكسيكي والمكسيك التي تحولت إلى قوة اقتصادية إقليمية أسوة بالمغرب الذي تحول كذلك إلى أسوة إلى قوة اقتصادية. إلى أي مدى السؤال يبقى أن يستطيع جوزيف بايدن التوفيق بين المصالح الاقتصادية المكسيكية وبين كذلك موضوع الهجرة وتقنينها في حدود محاربة الهجرة داخل أماكن الموطن، وليس محاربة الهجرة فقط للطرد. بعبارة أخرى، المكسيك تطالب بالتعاون الاقتصادي، النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد المكسيكي من قبل الولايات المتحدة لتفادي وجود هجرة. وربما هنا يبقى نفس السؤال، هو إيجاد حلول إقليمية للتكافؤ الاجتماعي، لإيجاد فرص عمل، لإيقاف المؤسسات الأمريكية الكبرى التي تهيمن على العملية الاقتصادية في القارة الأمريكية، لكي تتيح الفرص للاقتصادات الصاعدة لكي تستطيع قاعدة اجتماعية واقتصادية ثابتة في بلدانها الأصلية. طيب، بالتركيز على ملف الهجرة، يعني في جدول هذه القمة سيناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيريها المكسيكي والكندي، سيناقشون سبل تعزيز إدارة إنسانية للهجرات في المنطقة، وذلك حسب ما أورده بيان صحفي صادر عن الخارجية الأمريكية. ما المقصود بإدارة إنسانية للهجرات في المنطقة؟ هذا سؤال جيد جدا. لماذا؟ لأن إدارة السبل الإنسانية أو إدارة المقاربة الإنسانية للهجرة من الغريب أنه هو ما يطالب به المغرب كدولة تتعاطى مع أوروبا في موضوع الهجرة. المكسيك تتعامل بنفس الطريقة مع فارق بسيط أن في المكسيك معضلات أخرى، وهي وجود كارتلات أو تنظيمات للمخدرات
تستعمل الإنسان وتستعمل تهريب البشر للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نحن هنا أمام مقاربة عالمية حتى على مستوى الأمم المتحدة المطالبة بإيجاد حلول لموضوع الهجرة في الأوطان الأصلية وليس ترك موضوع الهجرة كقاعدة للتبادل أو للمقايضة. إذا بالنسبة للمكسيك إيجاد وسيلة إنسانية للتعاطي مع موضوع الهجرة هي إيجاد فرص عمل داخل المكسيك، إيجاد سبل الاطلاع بالحياة الاجتماعية والدخل الفردي داخل المكسيك لتفادي إيجاد الهجرة. ثم بعد ذلك وهذا هو الأهم هو الوقوف في وجه المنظمات التي تتعاطى تهريب البشر على الحدود المكسيكية الأمريكية. وأعطيك مثال على ذلك، هناك منظمات أو عصابات المخدرات على الحدود المكسيكية اليوم تم القبض على أوفيد غوسمان وهو أحد أكبر قيادي الكارتيلات في منطقة سينالوا شمال المكسيك. المكسيك إذن استبقت زيارة الرئيس الأمريكي بإلقاء القبض على غوسمان. هذا يعني أن المكسيك تبعث برسالة واضحة إلى الولايات المتحدة دونما الدعم الأمريكي الاستراتيجي والتبادل في المعلومات الاستخباراتية لا يمكن للمكسيك وحدها أن تتعاطى مع موضوع الهجرة. موضوع الهجرة هو موضوع إنساني، بلاد المقصد وبلاد الأصل، يجب أن يكون هناك تعاون لمحاصرة هذه الظاهرة وكذلك معاملة المهاجرين، أقصد المهاجرين الذين يحاولون اللحاق بلقمة العيش، معاملة إنسانية تتجاوز حدود ما تقوم به بعض الأطراف وما تدعو له بعض الأطراف داخل الولايات المتحدة، ألا وهو الطرد التعسفي، التشتيت العائلي وغيرها من الأعمال الشوفينية التي ربما ترفضها جل المنظمات الدولية. إذن المعاملة الإنسانية كما ذكرت تبقى هي بيت القصيد في هذه القمة، والمكسيك وكندا والولايات المتحدة على حد سواء الجميع يجمعون على أن اتفاقية التجارة الحرة التي تجمع بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة تملي على الولايات المتحدة واجب وضرورة أن تتعامل مع قضية المهاجرين معاملة إنسانية، وربما هنا طبعا مع الفارق ربما يمكن مقارنة ذلك مع المغرب وإعطاء بعض الشرعية للمطالب التي ينادي بها المغرب في موضوع الهجرة. طيب بعيدا عن ملف الهجرة، يعني هذه القمة العاشرة لقادة أمريكا الشمالية تركز أيضا على التعاون في مجال الأمن والشراكة الاقتصادية، وبالمناسبة تحدثت الصحافة الكندية عن السياسة الحمائية الأمريكية، كيف تبرر واشنطن هذه السياسة؟ إذا فهمت سؤالك كلثوم، هناك أحد البنود التي ستتناولها هذه القمة هو موضوع تبادل المعلومات، وهناك موضوع المخدرات، والحديث عن الأمن يعني الحديث عن أمن الحدود الأمريكية وقضية المخدرات التي تؤرق الداخل الأمريكي، حيث أننا نرى أن 340 ألف شخص قتلوا سنة 2022 على الحدود الأمريكية المكسيكية في أعمال إجرامية. نحن نتحدث هنا عن كمية الانفيتامين التي تنتجها الكارتيلات المكسيكية عند الحدود الأمريكية. هذه الكمية من الانفيتامين وهي مخدرات قاتلة، ما يسمى المخدرات الصلبة القاتلة، قادرة على قتل كل الشعب الأمريكي ما يناهز 320 مليون نسمة. إذا هناك خطر محدق بالأمن الأمريكي، صحيح مفهوم ينادي به الحزب الجمهوري، الحزب الديمقراطي، العديد من المنظمات تطالب بتقنين الهجرة، لكن تقنين الهجرة هو موضوع خلافي كبير داخل الكونغرس الأمريكي، تتم المقايضة به بين الديمقراطيين والجمهوريين بكل فروعهم سواء المتشددين أو المعتدلين. إذا هذه الفرصة، هذه القمة وخصوصا يوم الثلاثاء ستكون فرصة سانحة لقيادات الدول الثلاث، المكسيك والولايات المتحدة وكندا، لمحاولة التوفيق بين عنصري الهجرة وعنصري الأمن، أي أن الأمن مرتبط بمحاربة المخدرات، ومحاربة المخدرات مرتبط كذلك بمحاربة دول الاستهلاك وليس فقط دول الإنتاج، وبالتالي المطالبة بسياسة توافقية بين البلدان الثلاث للوقوف صدا في وجه هذه الظاهرة.
من واشنطن محمد سعيد الوافي الخبير في الشؤون الأمريكية، أشكرك على كل هذه المعطيات.